أمام مدرجات شبه فارغة ووسط أجواء باردة وماطرة جرت أطوار مباراة شباب قسنطينة بمولودية وهران. المولودية التي تمكنت من تهديد مرمى الحارس سيدريك في هذه المحاولة الأولى. دائما مولودية وهران في الهجوم والتي تمكنت للمرة الثانية من تهديد مرمى الحارس سيدريك. نلعب الدقيقة الثامنة. مولودية وهران تتمكن من فتح باب التسجيل عن طريق اللاعب كوريبا الذي أهدى هذا الهدف للأنصار الأوفية الذي تنقلوا إلى مدينة الصخر العتيق. هدف دون رد، هدف مبكر ليكون الرد من قبل شباب قسنطينة لكن من دون جدوى، والسبب في ذلك يعود إلى عدم التركيز الجيد لمهاجمي الخضورة. محاولات عديدة لكن من دون جدوى أمام تألق الحارس بالعربي الحارس الوهراني الذي أدى مقابلة في المستوى. ونهاية المرحلة الأولى بنتيجة هدف مقابل صفر لمصلحة الفريق الزائر أي مولودية وهران. نلعب الدقيقة 49 وهذه الهربة من بولمديس الذي يسقط داخل منطقة الجزاء. حكم اللقاء السيد عوينة يعلن عن ضربة الجزاء زائد بطاقة حمراء للاعب عوامري. واحتجاجات كبيرة من لدن أنصار مولودية وهران. الإعادة بالعرض البطيء ولكم الحكم. بزاز ياسين يتولى التنفيذ وكاد ألا يسجل هاته الإصابة. هدف إذن مقابل هدف. شباب قسنطينة يناور دائما على الناحية اليسرى. بعد هذه العملية بولمديس كاد أن يضع الكرة في قلب الشباك لولا براعة الحارس بالعربي. دائما أن السياسي على الناحية اليسرى وبالعربي في المكان المناسب هنا أمام زرداب والتصرفات غير رياضية. بزاز يتمكن من المراوغة والتسديد من بعيد وبالعربي دائما في المستوى. الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. فتحة من علاق بولمديس في المكان المناسب وبرأسية محكمة يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية. وآخر محاولة للمولودية الوهرانية في هذا اللقاء عن طريق بني الطو الذي لن يتمكن من معادلة النتيجة ونهاية المباراة بهدفين مقابل هدف لمصلحة شباب قسنطينة.